مدينة نوة، حسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم الثالث من رمضان 1/7/2014. هذه بعض صواريخ الراجمة التي سقطت على مدينة نوة هذا اليوم، حيث قام نظام الأسد، نظام المجرم، بقصف مدينة نوة براجمات الصواريخ وبالطيران، حسبنا الله ونعم الوكيل، حيث تم توثيق سقوط أكثر من 60 صاروخ راجمة على مدينة نوة هذا اليوم، اليوم الثالث من رمضان 1/7/2014، وثلاث غارات من طيران الهليكوبتر، ثلاث براميل، وثلاثة صواريخ من الطيران الحربي سقطنا على المدينة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا سامح الله كل المتخاذلين مع الثورة السورية، أين أنتم أيها العرب؟ انظروا ماذا يقصفنا هذا السفاح، انظروا أنه يقصف المدنيين العزل بالصواريخ، براجمات الصواريخ، بدل أن يوجهها إلى إسرائيل، يوجهها إلى المدنيين العزل في مدينة نوة، في ثالث أيام من رمضان، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، مدينة نوة، 1/7/2014، النظام يقصف مدينة نوة براجمات الصواريخ، حسبنا الله ونعم الوكيل.